الصلاة وأتم التسليم. يا جماعة شير، يا جماعة ملصقات، أول حاجة نبدأ نمشي نشوف الميدان يا جماعة شير عشان الصفحة ما تنضرب. أمس اللايف انتهت بهنا، تمسح بهنا، لأنه في ناس بتحضر ما بتشير، بتتعب تشير كعب. إحنا بنتكلم 3 مرات في اليوم ونقعد ننبح، وفي النهاية اللايف يجي يتمسح. أنت قدر الحاجة، الساعة اللي بتكون قاعد فيها دي أعمل شير، أعمل مشاركة. القحاطي الماء تابع للوطن، الماء بس بيقعد بيدو سندويتشي واحد صغير، سندويتشي وسفة، بيقعد بس يبلغ يبلغ، يدوس يبلغ، كل زول عنده 50 بلاغ يبلغها، ادو السندويتش ادو الرصيد، الموضوع انتهى. انت ادعمنا بالشير المشاركة بس عشان الصفحة ما تنضرب، والله بعد ما ينتهي الناس يتلقاه، لانه المشكلة وطن، القضية وطن. الان الوطن بيضيع، لو ما الناس كلها وقفت وكلها وقفت دي وطن بيضيع. الميدان الناس اتحركت، اتحركت من الساعة 12، ما 12 الساعة 12 من بالليل الشغل ماشي، وفي تعليمات وفي كل حاجة نزلت. كل المدن يعني المدن دي جنينة، جلد في الجنينة، جلد معسكرات بتاعتهم، جلد 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 حوالين الفاشر، ما خلي حاجة رزع. في مناطق اللي هي تابعة لكتب صحراء كده بتاعت كتب، فيها ناس عبد الرحيم دقلوا ومعه ناس، وديل ما عندهم وقود، قاطعين وقود، قاطعين وقود، والمعلومة عند الجيش والدنيا كلها عارفة. ولو اترزعوا ديل الناس ديل تاني ما عندهم حاجة داخل، ما معروف الحاصل شنو للآن، ما معروف الحاصل شنو ده. يعني الكومة ما بعيدة من الفاشر، في حوالين عبد الرحيم ومقطوع وقود، ما عندهم وقود عشان يتحركوا ويمشوا مكان، وحالتهم بالبلة، حالتهم بالبلة. واتجغموا، القصة دي انتهت هناك في دارفور، دارفور انتهت خلاص، القصة انتهت، لأن عبد الرحيم معه القيادات ناس بشوك، معه كلهم، كلهم مجموعة، كلهم قاعدين، الدنيا كلها عارفة، ما في زول ما عارف. لكن لسه ما جاء خبر من هناك الحصل شنو. في صالحة وكان نازل لتحت السخوي، نازل تحت شديد، ما في ما في اي حاجة، نازل راقدين روس ما عندهم اي حاجة جدا. شفت في مدرمان دي جاء نازل تحت منخفض، ما عندهم حاجة، ما في، نازل افلسوا، افلسوا رسمي شعبي. يعني ده الوقت المش المناسب، ده مناسب المناسب انك تستلم البلد. لو داير تستلمها بتستلمها 3 ساعات انت تكون سيطرت عليها. الناس لا يملكون شيء، الناس مجرد ما بيشوفوا الجيش بيقوموا جاريين، الناس الان بيشوفوا الجيش جاي قاعدين يقوموا جاريين، ما قاعدين، ما عندهم حاجه. تستمر ساعه ساعتين ثلاثه حتنتهي تكمل، قوموا جاريين. الان الوضع ممتاز جدا جدا، في تحركات في مناطق كثيرة، وجاءت أمر التحركات نزلت والله من 12 بالليل نازل التحركات كلها في مناطق كثيرة جدا جدا، واللي مر طيبة ما في أي حاجة ولا في شيء. إحنا حارسين الآن، حارسين المفروض التحرك ما يكون لا لكل المحاور في زمن واحد، يعني ما تطلع لي محور وتأجل لي محورين ولا محور، لا كله كله، لأنه ده أنت كده، لأنه هو بيشتغل مع الدنيا كلها حفظة القصيدة بتاعت الفزع. لو جبت الطفل الصغير السوداني بسمع لك قصيدة الفزع، بيقول لك الناس ديل بيجوك بفزع، يجوك أول ويجوك ثاني ويجوك ثالث، الموجة، الموجة الأولى، الموجة الثانية، الموجة الثالثة، الموجة الرابعة، لتفاجئ الموجة من كل الاتجاهات. دوس بالعلفون، دوس بحطاب، دوس بالكدر، دوس بمدرمان، به هنا دوس، من كل شارع دوس، بهناك الجزيره من الفاو، من الخياري دوس، من المناقل دوس، من كل اللي تيجي. حيمشي وين؟ حيمشي وين؟ حيقبل وين؟ عنده قوه ما عنده. الناس ما عندهم حاجه، جوع والله، جعانين الان، حارسين تجون الاغاثه، جعانين حارسين تجون، ما عندهم باللي، ما عندهم خلاص. ده الوقت المناسب، ما في حاجة عشان احنا نخاف ونقعد نكذب على نفسنا. وفي ما في جنجويد والله قاعدين بأمر المنظمات، والدار يعرف يعرف، والما دار يعرف. وعيد لك تاني، الجنجويد قاعدين في السودان بأمر المنظمات، قاعدين نوم
والله العظيم وانت كان بتصدق ولا ما تصدق، ما تصدق لكن دي الحقيقه. وانت قاعدين برجالتهم والله قاعدين في دي التلفونات بتجي للقياده وحقوق هناي، وهسه عندنا تقرير وانتوا كويسين وانتوا حلوين حالاتك، ويقعد خد الجيش وديلك يركبوا في الناس يتحرك يدقوا له تلفون. يا سعادتك يا سلام عليك، والله انت ما شاء الله حقوق انسان حلو حالاتك يا اخي، انت والله الانسانيه، شكرا لك لتعاونك، شكرا لك، انت خارج النطاق بتاعنا وما حندخلك، وان شاء الله امورك طيبه، بس هاي خليك كده كده كويس دافع لحد ما نشوف. كما كنت اقعد اقعد، والناس دي احنا ماشيين كويس والناس دي بيصفقوا لينا. يا برهان قسم بالله اسمع كلامي، انت تبلبلت عوم. الناس دي ما شو ما في عندك، انت داير تطلع شنو؟ اطلع انسان، اطلع عندك اخلاق، اطلع راجل في نظر الشعب السوداني افضل لك من تطلع انسان كويس في نظر مجتمع فاسد. كونك تطلع انت راجل اخلاق والناس تدعو لك في كل صلاه والناس ترفع يدينا لله وتدعي عليك افضل من تطلع مليون مره ملك عنده اخلاق، ما عنده دين، ما عنده وطنيه، ما عنده شر. واطي كله عميل، كله خاين. بيهدنوا فيك انت وخشوا فيك بالهناي وثبتوا فيك ما تتحرك. وفي تقارير طالع وحنضيفك وانت الان وقانونك كويس وخدت لنا القانون ده، في كله تخدير، ده كله تخدير ليك انت، ده كويس. انت حارس شنو فيك الجيش؟ خلي الجيش يتحرك، انتهي من الناس دي وقفل المنظمات دي وقول لهم شكرا لك وما تتدخلوا في شان السوداني، ولا محتاجين صليب ولا محتاجين لين احمر. دق العيش حارس شنو؟ ما في حاجه بحارسوها. فك اللجام خلي البلد تتحرر، ما يغشوك ويخدعوك، ده كلهم استخبارات ومخابرات بتجيب معلومات، اقمار صناعيه شغالين، الناس دي لك كملوا الجيش كتير وماشي. وقفوه طلصوا عليه وشوه اخدعوه، طوال التلفونات تجيك انت كويس وانت كده وانت كده، وانت والله حقوق الانسان، وانت حنخدك في الاول وحنخدك في القائمه الاولى، وانت زول كويس. فيديو اللافي اللي هو عن سويسرا وعن الجالية السودانية المكتوب لك في العنوان بتاع الفيديو انه امام قاعة المفاوضات، الكلام ده ما عنده اي وجود من الصحة، عاري من الصحة تماما. في مظاهرات في سودانيين طلعوا لكن ما امام القاعة. الكلام ده انا تابعته في القنوات، تابعت مراسلين القنوات في كل القنوات، الناس ديل ما عارفين القاعة وين. حتى وكالة الأنباء قال لك لأول مرة في سويسرا يحصل زي اللي حصل ده الليلة. تكتم ما طبيعي. ما عارفين القاعة الحاصل فيها الكلام ده وين. أي زول بيقول لك دي القاعة كذاب. كذاب. ما في زول عارف القاعة وين. غنوات مراسلين ماشيين يغطوا سألوا كله متكتم، كله متكتم، لأن دي باعتبارها دي فضيحة. أنا بقول لك دي فضيحة، ده سقوط أخلاقي، سقوط أخلاقي. الناس دي كلها ما عارفة القاعة وين، لا يقول لك ده فيديو أمام القاعة، ما في زول بيحدد قاعة ولا في مراسلين في قاعة ولا في صحافة في قاعة ولا في قنوات في قاعة، الكل ما عارف وين. الكلام ده سمعته هنا الآن، مراسل قناة الجزيرة من هناك بيسألوا فيه وقال لهم احنا ما عارفين. قال لهم بالنص وبالحرف الواحد لأول مرة تحصل في سويسرا مؤتمر أي حاجة شين. عشان كده ما قادرين يعلنوا مكانه وين ولا قادرين يعلنوا حاجة. عشان ما يسوقوك بفيديو لافي ايدل سودانيين طلعوا في منطقة ما. لكن اتحداهم يقول لك يا هندير ما قدام مفاوضات ولا قدام حاجه ولا قدام شيء، حتى القنوات رأيت الدخول والخروج عادي ما فيها شيء. معناته وين؟ 99.9 عنده علاقه بالشيطان، اما ببيت الشيطان انه الفنادق كلها الناس دي لك مرتبين. لما يحصل اي حاجه في فندق عام في هناي في منطقه الرسائل بتصلهم ومرتبين. لما حاجة زي دي ما تصلون والفنادق كلها ما فيها حاجة زي دي، معناته الشغل ده معمول على الضيق في حتة الناس ما دارين انها تعرفها. وين المكان الممكن يخجلوا منه؟ وين المكان الممكن يخجلوا؟
لقد وصلنا إلى النهاية، فقط لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. معنا هنا السودان الآن، وشكرا عزيزي المشاهد.